بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أينما كنتم نجدد لكم الترحيب والتحية، هكذا التواصل وهكذا هي الانطلاقات تستمر في هذا الصباح مع انطلاقات سن الحقائق ضمن فعاليات وانطلاقات هذا السباق المحلي الثاني على أرضية هذا الميدان، ميدان البصير. نسير وإياكم ونتابع في هذه اللحظات، نتابع الصدارة، نتابع البداية والمركز الأول. سنايد حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك يقدم لنا سنايد على المركز الأول. المركز الثاني يتابع من الجانب الآخر في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني، نتابع وإياكم هذه الشعارات وهذه الأسماء المتميزة. أتابع في هذه اللحظات وصلت مواري عبد الله بن ناصر بن مبارك بن سويد الهاجري يقدم لنا مواري. المركز الرابع أو الثالث يصل بن سفران يقدم لنا الريم في هذه اللحظات، عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. المركز الخامس، أتابع اللي على المركز الخامس من خلال تقدم هذه الشعارات، أتابع اللي وصلت اللي حضرت مذخورة، علي بن مسفر بن محمد الجربوعي يقدم لنا مذخورة. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع للمراكز الخمس المتقدمة، لكن عودتنا دائما للصدارة لكي يتابع البصرة مع الصدارة، مع البداية، مع انطلاقة صالح بن صالح بن سعيد بن علي بن سفران يقدم لنا البصرة. ولكن أتابع اللي وصلت اللي حضرت، تصل الذيبة سالم بن محمد بن علي بن حديد المري يقدم لنا الذيبة. الذيبة من غيرت الأمور انتقلت بدورها للصدارة. أتابع الأسماء الغادمة، الشعارات المتميزة، رقلة سعيد بن جار الله بن بريك بن صميخ مع المركز الثالث، ولكن بن حديد مع الصدارة مع البداية يقدم يقدم لنا الذيبة. أتابع بن صميخ غادم يقدم لنا غلا غلا غلا، ولكن الذيبة واللحظات الأخيرة بن حديد مع الذيبة. سلام يا الذيبة، سلام بن حديد على هذا الأداء المتميز والأكثر من رائع. تهانينا والناموس لمالك الذيبة سالم بن محمد بن علي بن حديد المري. المركز الثاني وصلت غلا لسعيد بن جار الله بن بريك بن صميخ آل صميخ مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت متعبة لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن طربيل آل بريد.